أسعد الله أوقاتكم. سأتحدث في هذا الفيديو عن التوكيدات وكيفية استخدامها. إذا كنت متابع جديد لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب حتى يصلك كل ما هو جديد. ما هي التوكيدات؟ التوكيدات عبارة عن جمل إيجابية تتحدى الأفكار السلبية، وهي مبنية على مبدأ التكرار، حيث تتم برمجة العقل الباطن على الأفكار والعقلية المطلوب تبنيها. فإن تكرار هذه الجمل تصبح جزءاً من نظام الاعتقاد لديك. إن تكرار التوكيدات وكتابتها لها فوائد عديدة، سأذكر منها على سبيل المثال. تعمل التوكيدات كمحفز ومشجع لك، فهي تشجعك وتحفزك على المضي قدما في حياتك. ومن فوائد التوكيدات أنها تهيئك لاستقبال أهدافك، وتعمل على تهيئة عقلك وشعورك لاستقبال الحياة الجديدة وتحقيق الأهداف، وذلك من خلال تكرار التوكيدات يوميا. فأنت بالتالي تستعد نفسيا للتغيير وتقلل من احتمالية تدمير نفسك. فهذه التوكيدات تساعدك على التكيف مع التغيير. ومن فوائد هذه التوكيدات أنها تعمل على تعويدك على الحوار الإيجابي بينك وبين نفسك، خصوصا إذا كانت البيئة محيطة بك لا تعتبر داعمة لأهدافك. وتفيد هذه التوكيدات في تقليل التوتر وتزيد فرص النجاح. تساعد هذه التوكيدات بالشعور بالسلام الداخلي، لأنك تخلصت من كمية كبيرة من الأفكار المزعجة والتي تحول دون شعورك بالسلام الداخلي. أهلا وسهلا بكم في قناتي The Solitaire 369. ما الذي تحتاجه التوكيدات؟ تحتاج التوكيدات إلى الاعتقاد والإيمان بها واستشعارها. كم يوم يجب عليك أن تلتزم بالتوكيدات؟ يفضل أن تلتزم بالتوكيدات لمدة 21 يوما إلى شهر. لماذا 21 يوما إلى شهر؟ لأن كل تغيير أو أي عادة تحتاج إلى ذلك الوقت. إذا كنت مبتدئا بالتوكيدات، كم مرة عليك أن تكرر التوكيدات؟ إذا كنت مبتدئا بالتوكيدات، فكرر هذه التوكيدات من 10 مرات إلى 20 مرة لمدة 21 يوما. ما هي الطريقة الأنسب للتوكيدات؟ يفضل كتابة التوكيدات لأنها تعمل على ترسيخها في عقلك الباطن. ماذا عليك فعله قبل أن تبدأ بالتوكيدات؟ أولاً، النية بالالتزام بالتوكيد. تنظيف معتقداتك عن الهدف الذي تريد كتابته وتوكيده. مثال: عندما يكون هدفك إنقاص الوزن، فاكتب اعتقاداتك الإيجابية والسلبية عن جسمك وحولها إلى اعتقادات إيجابية. هل عليك أن تستمر بتوكيد حتى لو كنت متشكك به؟ الإجابة هي نعم، لأن مع التكرار يتبرمج عقلك الباطن مع ما تريد. مثال: عندما تقول أنا سعيد وأنت حزين، في الحقيقة، فمع التكرار يعمل هذا التوكيد بعد 21 يوماً. وإذا لم تجد أي تأثير أو تغيير، فتوقف لمدة أسبوعين وأكمل بعد ذلك.
وردني السؤال التالي من إحدى المتابعات: هل علي أن ألتزم بأكثر من توكيد؟ الجواب هو التالي: 3 توكيدات لكل هدف مثل العمل والزواج والرشاقة، أما أكثر من 3 توكيدات فهو سيكون مشتتاً لك. وردني هذا السؤال: ماذا أفعل إذا توقفت يوماً واحداً لم أكرر التوكيدات خلال 21 يوماً؟ الجواب: تعيد برنامج التوكيدات من البداية. وردني هذا السؤال: هل أردد التوكيدات طوال اليوم أو أخصص له وقت معين؟ الجواب: بإمكانكم ترديد هذه التوكيدات طوال اليوم أو تخصصون له وقتا معينا. هل هناك طرق أخرى للتوكيدات غير كتابتها؟ الجواب: نعم، هناك طريقة بأن ترددها بينك وبين نفسك أمام المرأة. هل أستطيع أن أنشئ توكيد خاص بي؟ الجواب: نعم، هناك عدة طرق، أحدها مثال أنا الآن، ثم تضيف بعدها شعور إيجابي، ثم تضيف حرف الجر بي أو في، ثم تضيفون الهدف بعده. مثال على ذلك: أنا الآن سعيد في عملي، أو أنا الآن متفوقة في دراستي. ما هي شروط التوكيدات؟ شروط التوكيدات أن تكون بصيغة المضارع وأن لا تكون بصيغة المستقبل. مثال: لا تقل أنا سأكون، بل قل أنا أكون، لأن عقلك الباطن يؤمن بأن كل ما تقوله هو الحقيقة. ومن المهم أن تكون هذه التوكيدات عبارة عن جمل قصيرة ومفهومة ليسهل حفظها. وضعت لكم في هذا الفيديو الصور لتختاروا منها ما يناسبكم ورددوها باستمرار لتبرمجوا نفسكم عليها ولكي تجذبونها إليكم ولكي تتجلى في حياتكم. إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.